يمكن مفيش بينهم اتفاق، لكن مع ذلك هما الاتنين فيهم شبه من بعض كبير جدا. بداية معرفتهم ببعض كان خلاف أغنية اتعرضت على واحد منهم علشان تكون حملة إعلانية لشركة، وبعدين اتقال إن التاني سرق الفكرة وعملها أغنية ستينج. راح الأول رد عليه بأغنية دورك جاي. طب هما مين؟ طبعا خلاص الكلام بقى واضح، ويجز ومحمد رمضان. أنا آية يونس، تابعوا الفيديو عشان تعرفوا كل التفاصيل. القصة دي يا جماعة قديمة شوية، لكن حبينا إن احنا نستعين بيها علشان نبدأ الكلام، لأن ساعتها محمد رمضان قال مين ويجز ده؟ طب هو ليه محمد رمضان قال كده؟ هو يعني ما يعرفوش وسط العركة اللي كانت دايرة دي كلها؟ ويجز في الأغنية استخدم نفس طريقة كليب ستينج، وقال كلام كتير بيسموه كده في طريقة الراب دسات، ولما يكون واحد فيهم بيهاجم التاني بيعمله في الأغنية بتاعته. ومن الكلام قال له العين بالعين والدية طلقة. طبعا هنا هو ما كانش يقصد انه طلقة بجد، ولكن هما كلامهم كده يعني. المهم دي مش قصتنا، انا بس بقول كده علشان افهم كل جاي. الكلام انه رغم الخلاف اللي ما بين الاتنين الا انهم برضو متشابهين. ويجز ومحمد رمضان شكلهم ولاد بلد قوي، والاتنين سمر البشرة، الاتنين محققين نجاح كبير جدا، كل واحد منهم جايبها من تحت قوي، وكمان من غير مساعدة من اي حد. ويجز لما بيطلع في البرامج بيتكلم بيكون هادي جدا، ومحمد رمضان نفس الكلام. الفرق ان ويجز كلامه يعني موزون حبتين عن محمد رمضان. ويجز بدأ راب وبعدين دخل للتمثيل، محمد رمضان بدأ بالتمثيل وبعد كده دخل الراب. الاتنين سر نجاحهم كان عمل او اتنين اتشهروا جدا وبعدين بقوا معروفين قوي. يعني في حالة ويجز كده كان أغنية دورك جاي وبعديها كمان أغنية باظت خالص. محمد رمضان كان فيلم الألماني وبعده فيلم عبد موتة. محمد رمضان اتشهر جدا وكان عمره 24 سنة لما ظهر في فيلم الألماني. ويجز كمان اتشهر جدا وهو عنده 20 سنة، وده بسبب أغنية دورك جاي. يعني الاتنين نجاحهم جه بدري وهم صغيرين، وطبعا ده بعد تعب ومجهود كبير جدا. ويجز ومحمد رمضان في الحفلات بيلبسوا ملابس غريبة حبتين، بس الفرق بينهم ان محمد رمضان حركته سريعة كده على المسرح، انما ويجز على الهادي يا زبادي. الاتنين عندهم جماهيرية كبيرة جدا، حفلاتهم بتكون كومبليت وزيادة شوية كمان. يمكن الفرق ما بين ويجز ورمضان ان محمد رمضان متعود على اثارة الجدل والمشاكل حواليه طول الوقت، لكن ويجز ما بيعملش دوشة خالص ولا بنسمع عنه في أزمات ولا غيره. يمكن بس الموضوع الأخير بتاع نقابة المهن الموسيقية اللي غالبا هو رايح فيها على أزمة. ويجز مشاكله وخناقاته كلها بتكون مع رابرز التانيين، ودي حاجة هم معتادين عليها من بينها وبين بعض، لكن محمد رمضان مشاكله يعني أكبر حبتين وطول الوقت في صراعات. لكن في الآخر لازم نقول سواء عجب الجمهور أو ما عجبوش، فهم الاتنين ناجحين جداً وهما الاتنين اسمين كبار.